اختتام أيام قرطاج السينمائية بإعلان المتواجين وإصداء الجوائز واحتفالية بنصف قرن من العطاء الغزير للسينما العربية والإفريقية. تقدم مشروع بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوان في جليل لتطوير الخدمات المزداة في المعمر ودفع الحركة التجارية بين تونس والجزائر. الجيش العراقي يعلن استعادة السيطرة على عدة قرى في اتجاه الموصل وتقارير أممية حول فظاعات الأعمال الإرهابية داخل المناطق غير المحررة. نشرة الثامنة للأخبار بكم. النشرة نبدأها باختتام أيام قرطاج السينمائية، هذه الأيام التي عاشت على واقعها تونس لمدة 9 أيام، وتم خلالها عرض أكثر من 300 فيلم من 20 بلدا ضمن أقسام متنوعة للمهرجان. أيام قرطاج السينمائية في هذه الدورة 27 احتفت بنصف قرن من العطاء الغزير للسينما العربية والإفريقية. اليوم يسدل الستار عن هذه الدورة بإعلان الجوائز والتتويجات. لمزيد من التفاصيل حول حفل اختتام هذه الأيام معنا مباشرة من قصر المؤتمرات في العاصمة مفادة الأخبار شادية خضير. شادية، ما هي الأجواء الآن في قصر المؤتمرات؟ مرحبا بك يا ليلى، أنا موجودة السجادة الأحمر تحديدا بقصر المؤتمرات. اليوم فعلا يسدى الستار عن دورة 27 لأيام قرطاج السينمائية، دورة عاشت على إيقاعها تونس لمدة 9 أيام وشهدت حركية ثقافية واقتصادية كبيرة. دورة شهدت عرض قرابة 300 فيلم من 20 بلدا وتقريبا دخول قرابة ما بين 180 و200 ألف متفرج. هذه الدورة يعلن بعد قليل عن حصاد جوائزها، ويبدو أنه سيكون نصيب التونسيين وافر في هذا الحصاد، وقد تكون هناك تتويجات نسائية، نقول هذه تسريبات نسوقها بكل تحفظ واحتراز. لم ينطلق الحفل، ولكن بدأ توافد النجوم على السجاد الأحمر، وينضم إلينا على السجاد الأحمر بقصر المؤتمرات النجم التونسي والعالمي ظفر العابدين، اللي تابع أصداء المهرجان مباشرة من إسبانيا لأنه كان في عمل وكان يقوم بتصوير آخر الإنتاجات متاعه. مرحبا بك إذن ظافر العابدين، تابعت إذن أصداء المهرجان من إسبانيا، مش بعيد علينا إسبانيا. أول شيء تحية لكل المتفرجين، تحية فريق الأخبار، تحية الليلة، وطبعا تابعت أصداء المهرجان. مهرجان مهم جدا، أيام قرطاج السينمائية 50 سنة منذ بداية المهرجان، أفلام متعدة، أفلام مختلفة من إفريقيا، يعني البلدان الافريقيه، البلدان العربيه، السينما التونسيه. مهرجان مهم جدا، والاصداء اللي هي ديما تقاها اول حاجه وظن اهم حاجه هي حضور الجمهور التونسي. الجمهور التونسي اللي متعطش للسينما، اللي يحب يتفرج في السينما، اللي مطر برد سخانه ديما موجود، وديما نشوفه قدام سات سينما، معناها حضور كبير برشا. ميزه مهمه المهرجان التونسي اللي ما تلقاهاش ممكن في مهرجانات اخرى، مهرجانات كبيره ممكن عندها يعني موارد اكبر، عندها كاباسيتي اكبر، ميزانيه كبيره، لكن المهرجان التونسي مهرجان قرطاج عنده خصوصيه الحضور، حضور الجمهور. باش نسالك ظافر، تواصل مهرجان قرطاج على مدى 50 سنه، خاصه وقت اللي فما مهرجانات اخرى اختفت واندثرت ولم تتمكن من مواصله الاحتفاليه هذه بالسينما، خاصه وانه مهرجان ماهوش فقط مهرجان الأفلام التجارية، ما فيهوش أفلام تجارية، ولكن فيه أفلام السينما المؤلف، تحتفل بالسينما العربية الإفريقية وبالسينما المؤلف. هذا مهم بالنسبة لك أنت كنجم عربي، لما تسافر وتتحدث عن أيام قرطاج السينمائية يجب أن يتواصل هذا المهرجان. طبعا تاريخ كبير من عرق السينما في إفريقيا. سينما يعني السينما هي يعني مكانة السينما في الثقافة في العالم كله، مش في تونس بركة. السينما مهمة جدا، تنجم تشوف المجتمع، تشوف مشاكل المجتمع، تشوف
وجهة نظر مختلفة، تنجم ترفع على نفسك بسينما، سينما نجم نقرأ بها الماضي ونجم نشوف بها شنو قاعد يصير الآن وشنو ممكن يصير في المستقبل. السينما مهمة جدا، ومهم جدا أن تونس تكون عندها مهرجان كبير ومهرجان مهم وتكون فيه، وهو مهرجان مختلف لأنه مهرجان كما قلت سيدي فيلم دوتور قريبة من الناس، حاجات تتكلم على مشاكل الناس، ولازم نكونوا موجودين، لازم يكون عندنا نظرة، عند وجهة نظر في العالم، والوجهة نظر تتعدى من الإعلام، من السينما، من المسرح، الثقافة، ومهم جدا أنه يتواصل ويتم دعمه، ودعمه مش المهرجان فقط لأنه يكون موسم معناه كل مرة في العام، لا، دعم السينما، دعم القاعات، دعم الإنتاج، لأنه الجمهور التونسي يشوفوه يشد الصف بالساعات باش يتفرج على فيلم باللغة الإنجليزية ولا اللغة الفرنسية، متشغف يحب يتفرج يعني يولي في تقاليد السينما، يخرج مع عائلته مش يتفرج على فيلم. يستحق هذا الجمهور أن تبنى له قاعات سينما أكبر وأن طبعاً يقع طبعاً مهم جدا. أنت مهرجان سينما يصير في تونس العاصمة ممكن 3-4 قاعات، وأنه ساعات معناها في السنوات يعني اللي تعديت كانوا يحاولوا ينقلوا السينما معناها يتحركوا بالأفلام المناطق أخرى، لا، فما بيجا وسوسة وصفاقس والقاسرين وتيلا وسيدي بوزيد وتوزر، دي ما كل لازم يتفرجوا في الأفلام، ما نقعدوش احنا برك نتفرجوا في الأفلام وباقي البلاد ما يتفرج. يعني مهم دعم السينما ودعم القاعات ودعم اللي باش يترفع، مش اللي باش يتفرج يحب يتفرج على فيلم يمشي يتفرج فرد على روحه، اللي يحب يشوف بوان في مختلف يتعلم حاجه، الكل في السينما مهم جدا. نتعلم كثيرا من السينما انه ننظر الى كل الافكار ونحترمها بطريقه مختلفه. طبعا الاختلاف مهم، احنا مش كنا نوافقوا على وجهه واحده، لازم نكونوا مختلفين، لازم نكون عندي وجهه نظر، انت عندك واحده اخرى، حد اخر عنده وجهه نظر، ونطرحوها يا في مسرحيه يا في فيلم يا في غنيه. مهم جدا الثقافه، مهم جدا في اي مجتمع. شكرا لك ظفر، نخليك يجب ان تلتحق بقاعه المؤتمرات. شكرا لك. اذا ليلى، نذكر انه بعد قليل تقريبا بعد 10 دقائق سينطلق حفل الاختتام، وبعده سيكون هناك حفل، ونذكر انه في تمام الساعه 11 مساء سيكون هناك ندوه صحفيه فيها جميع المتوجين بالجوائز، اللي قلنا ايضا نذكر انه سيكون نصيب التونسيين وافر ووافر جدا في هذا الحصاد. شادية خذير، مفادة الأخبار إلى قصر المؤتمرات في العاصمة حيث اختتام أيام قرطاج السينمائية، شكرا لك، وتحية مني أيضا لظافر العبدي. وبمناسبة الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية، أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج على موكب تكريم ثلة من الشخصيات الثقافية والفنية، ومنح رئيس الجمهورية الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الثقافة لكل من عبد الرحمن سيساكو منتج ومخرج سينمائي موريتاني. جميل راتب ممثل مصري. ميشيل خليفي مخرج سينمائي فلسطيني. إدريسا ودراوغو مخرج سينمائي من بوركينا فاسو. محمد ملص مخرج سوري. عمر خليفي مخرج سينمائي تونسي. رضا الباهي منتج ومخرج سينمائي تونسي الذي تعذر عليه الحضور. كما قام رئيس الجمهورية بمنح الصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الثقافة لعدد من المنتجين والمخرجين السينمائيين التونسيين، وهم عبد العزيز بن ملوكة ونجيب عياد والمنصف شرف الدين الذي تعذر عليه الحضور أيضا. أما الصنف الثالث من هذا الوسام فتحصل عليه كل من مدير هذه الدورة إبراهيم الطيف، والمخرج السينمائي التونسي شوقي الماجري، والناقد السينمائي خميس الخياطي، والممثلة درة زروق، اللذين تعذر عليهم الحضور كذلك. ونالت المخرجة التونسية الشابة كوثر بن هنية الصنف الرابع من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الثقافة، كما قدم مدير الدورة الحالية التانيت الذهبي لرئيس الجمهورية بمناسبة خمسينية مهرجان أيام قرطاج السينمائية قائلا إنها المرة الأولى التي تكرم فيها السينما رئيسا للجمهورية.
وبمناسبة اختتام الدورة أيام قرطاج السينمائية، تم تنظيم فقرات تنشيطية وفرجوية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. كاميرا الأخبار كانت هناك وتعرفت على آراء البعض حول هذه الدورة وأجوائها. تنشيط وعروض في اللباس التقليدي، فقرات عاش على وقعها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في مساء اختتام الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية. هذه التظاهرة السينمائية سماها بعض المستجوبين بفرحة أيام قرطاج السينمائية لوقعها الإيجابي على نفسية العديد منهم. معناها الجون جي، معناها عبيت متفرج، ما تخش عبوس فلترين، كان نرد ولا ما تخش قزيح بيدخل فيلم، شباب لهم سنة نبيل يستدعوك حتى تاكلوا بلاش، يقولوا هذا موديل مارازين، هاي الروسيت نتاعنا طلعت، فما ديناميكية اقتصادية، فما فرحة، ما عندناش عندنا برشا ما فرحناش. ماذا بقي في الذاكرة من هذه الأيام؟ سؤال طرحناه على عدد ممن حضر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقد بلغ عددهم على مدار اليوم الأخير منها أكثر من 1,000,000 شخص وفق لجنة التنظيم. اكتظاظ قلة نظام بصفة غريبة. خير من العوام اللي فات، معناها حاجات خير منهم وسجيات خير. ثم جمهور اكستراوردينار اكستراوردينار، وأنا كي نشوف اللي مهرجانات كيما أبو ظبي وكيما دبي سكروا، وإحنا عنا 50 سنة وما عناش فلوس والمهرجان عايش وما حدش على ثنيته، هذا يعتبر نجاح. ماذا عن المستقبل؟ وكيف يمكن لأيام قرطاج السينمائية أن تظل موعدا سينمائيا عربيا وأفريقيا وعالميا جامعا لكل عشاق السينما؟ هذا الجمهور يجب أن نستثمر فيه بنوادي، بفتح أكثر نوادي سينما، أن ترجع الجامعة التونسية نوادي السينما إلى ما كانت عليه، لأنه اليوم جمعية الجامعة التونسية نوادي السينما ما عادش نسمع عليها الكثير. أن نستثمر في سينما الهواة، أن نستثمر في المعاهد وفي المدارس ونستثمر في الجامعات. 1,100 عرض و400 ضيف وقرابة 100,000 زائر يومي لشارع الحبيب بورقيبة والعاصمة، هي بعض أرقام الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية. على هذه الأجواء تطوى صفحة من صفحات أيام قرطاج السينمائية. هذه الصفحة التي يمكن أن ندون فيها أولا هنات تنظيمية، يقول البعض نجاح جماهيري، إقبال على الإنتاج التونسي ونجاح الشباب، وحركية تجارية وثقافية بشارع الحبيب بورقيبة والعاصمة. من أين حدثكم طارق بن معاوي؟ نبقى مع الأجواء الثقافية. تظاهرة سينمائية تختتم وأخرى تنطلق. أمس تم افتتاح الدورة الأولى لأيام صفاقس السينمائية، دورة تحمل اسم المخرجة كلثوم برناز وتلتئم تحت شعار صفاقس المدينة التي تحب السينما، في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية. أيام صفاقس السينمائية في دورة أولى، نجوم وأضواء واحتفاء بالسينما في عاصمة الثقافة العربية 2016. هنا بحث في المختلف وتأسيس للفعل السينمائي في مدينة صفاقس بتظاهرة أولى حملت اسم كلثوم برناز وبشعار صفاقس المدينة التي تحب السينما. موعد مهم جدا، وهذا يعني أكد الحمد لله يعني نجاح هذه التظاهرة وتأكدها يوم بعد يوم باحتضانها يعني الأسابيع الثقافية، أسابيع سينمائية، تظاهرات، وإن شاء الله زادة البنية التحتية تتغير من خلال المشاريع اللي يمكن يحملها هذا البرنامج. دورة أولى وستليها دورات أخرى، واعتمدنا فيها العديد من الرسائل. هذه الدورة حاملة لثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى هي أن تحمل اسم كلثوم برناس التي قدمت وأعطت للكثير. الرسالة تقول أننا لابد فعلا أن نقدم يعني كل المحبة والاعتراف بالجميل لكل من حقق إنجازا في كل قطاع ثقافي، ومنها كلثوم برناس في السينما. لم تكن صديقتي التي مالي سببها الجوع، ولكن لأنها سرقة محرمة ففعلت ذلك. حفل افتتاح أيام صفاقس السينمائية كان بعرض فيلم أغسطينوس ابن دموعها لسمير سيف، وبتكريم للممثل عادل إمام. أنا بحيي مدينة صفاقس وبحيي هذه الرغبة الممتازة اللي شاركت في عالم كبير، وأشكركم كثير جدا على الاهتمام، وإن شاء الله نتعود دائما إن احنا نعمل عواصم الثقافة. الثقافة أهم،
هو الحقيقة يا صفاقس اللي اخترتني، وده شرف كبير، لأن كعاصمة زي ما أنا قلت للثقافة العربية إن احنا نقدم فيلما عن شخصية مثقفة بامتياز، فأعتقد إن يمكن دي كانت مصادفة تاريخية عشان نقدم الفيلم في هذه السنة في هذا المكان. هذه الأيام السينمائية تتواصل إلى غاية 8 نوفمبر الجاري بعروض سينمائية مختلفة والجديد، ورشات ودروس حول التحليل والكتابة النقدية والتركيب وتكوين في النقد الصورة السينمائية. إذن تعيش تونس هذه الأيام على وقع تظاهرتين سينمائيتين، وهنا يطفو مجددا مشكل النقص الواضح في عدد قاعات السينما خاصة في الجهات. في المنستير تجددت الدعوات لتشجيع الاستثمار في الشأن الثقافي وتوفير قاعات السينما. رغم ما تزخر به مدينة المنستير من نشاط ثقافي، إلا أنها وعلى غرار عديد المدن التونسية تشكو من بعض النقائص، لعل أهمها غياب قاعات السينما. مع عداء المركبات الثقافية اللي تشتغل كما احنا، المركب الثقافي هو اللي يشتغل قاعة سينما، وهي القاعة الوحيدة تقريبا التي يقع فيها بث العروض السينمائية. في المقابل نجم نلقاو جمهور، وجمهور هام جدا للسينما في الجهات. كانت قبل ولاية المنستير فيها قاعة سينما الولاية، كانوا زوز قاعة سينما في المكنين، وكانت قاعة سينما في قصر الليل. القاعة هذه أغلقت عندها بعض السنوات، ما عادش فما رهان وما عادش على السينما، على الصورة الفوتوغرافية، على الصورة المتحركة، ليماج موفمون لو سينماتوغرافيك. المركب الثقافي بالمنستير أحد الفضاءات التي تعرض بها بعض الأفلام، إلا أن المشرفين عليها يرونها غير قادرة على تعويض قاعة السينما. كفضاء نأمو العديد من التظاهرات السينمائية، نحتضن العديد من التظاهرات في صلب الجمعيات ثقافية. احنا زاد ننظم بعض العروض السينمائية، لكن هذا الكل ما يعوض قاعات السينما. لازمنا نشجعوا صناعة الأفلام التونسية، خاطر لهنا في مستير ما توصلش ياسر سين الأفلام، معناها مش أي فيلم يطلع في تونس نقاه في مستير موجود لهنا. دونك فما دي كلوب ولا دي اسوسياسيون اللي هما وقتها يجيبوه، أما مش الميزون دو برودكسيون تولي هي تجيبو لهنا. وعن دور الفنانين في الجهات ومدى حضورهم في التظاهرات السينمائية الكبرى، سألنا بعض العاملين في القطاع. علاش احنا مثلا كمبدعين ما يقعش استدعائنا مثلا؟ علاش ما يتوجهوناش؟ علاش ما يقربوناش؟ علاش ما نقعدوا ديما معناها احنا نجري في جرة العروض ونحاول باش نمشيو لتونس ونواكب كل شيء، وزوز ولا ثلاثة عروض معناها في جهة كما جهة المستير معناها شوية بالكل. ماذا بنا المستثمرين كذلك استثمروا في فتح قاعات سينمائية في الجهات. الاستثمار في الشأن الثقافي ودعم السينما في الجهات التونسية يبدو أنه اليوم أصبح مطلب عديد الأطراف من أجل النهوض بقطاع قادر على تقديم صورة أشمل عن تونس. وفيما تعيش تونس على وقع الفرح وحب الحياة، وفي خبر عاجل أكدت مراسلة الأخبار في القصرين نادي أرتيبي أن رقيبا أول في الجيش الوطني قتل مساء اليوم بطلق ناري بعد مهاجمة منزله في دوار الخريفية من قبل مجموعة لم يحدد عددها أو هوية عناصرها في صفح جبل مغيلة بسبيبة من ولاية القصرين وفق شهود عين. ونقل الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي أن وحدات من الجيش والحرس الوطنيين قد توجهت إلى مكان الحادث لمواصلة الأبحاث ومعرفة دوافعه والجهة التي تقف وراءه. إلى شأن النقابية الآن، فقد انعقدت اليوم جلسة بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد وزري في قصر الحكومة بالقصبة لمواصلة الحوار حول الجدل الذي أثاره مشروع قانون المالية لسنة 2017 و2000 والمتعلق بتأجيل الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية. وأعلن الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المولدي جندوبي أن الاتحاد رفض صيغة جديدة اقترحتها الحكومة لإعادة جدولة الزيادة في الأجور وتقضي بتأجيل صرف الزيادة إلى سنة 2018 و2000 بعد أن كانت الحكومة متمسكة بالإبقاء على صرفها سنة 2019 و2000. وقد اتفق الجانبان على مزيد تعميق النظر في المقترحات المتبادلة بين الحكومة والاتحاد. وتعبيرا عن رفضهم عدم تشريك اتحاد عمال تونس في مفاوضات الزيادة في الأجور، خرج العشرات من منظورها في مسيرة احتجاجية لمطالبة الحكومة بتفعيل التعددية النقابية. خرج العشرات من منظور اتحاد عمال تونس من أمام مقرهم المركزي في مسيرة احتجاجية جابت عددا من شوارع وسط العاصمة
لمطالبة الحكومة باحترام الدستور وإنفاذ القانون وتفعيل التعددية النقبية وما يترتب عنها من استحقاقات. وتطبيق التعددية النقبية مثل التعددية السياسية، لأنه احنا نحس بضغوطات من عدة جهات وخوف وتردد معناها، وكما يقولوا يد مرتعشة للحكومات السابقة الكل في تنفيذ اعطاء حقنا هذا. المتظاهرون الذين توقفوا عند شارع الحبيب بورقيبة رفعوا شعارات رافضة لقانون المالية ومعبرة لانشغالهم لتدهور الوضع العام بالبلاد، معتبرين تأجيل الزيادة بالأجور ضربا من ضروب المزايدة. نحب تشريكنا في الاختيارات الوطنية باش نجموا نساهموا ونعطوا رأينا، لأن الموقف هذا موقف صعب شوي. البلاد في حالة متدهورة إلى أبعد الحدود، ونحن نراعوا الموقف هذا، لكن في نفس الوقت إذا كان ينقصوا من الأداء على الأجور فتكون خير من الزيادة المنتظرة بتاع عامين، وهذه مزايدات. التجمع العمالي لمنخرطي اتحاد عمال تونس هو التحرك الاحتجاجي الرابع للضغط على الحكومة من أجل تطبيق التعددية النقبية وتفعيلها شأنها شأن التعددية السياسية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل متابعة لحوادث العنف المسجلة ضد الأطفال ورصد لأسبابها. ولكن قبل ذلك أخبار تهم بعض جهات البلاد. ففي غار الدماء تم تسجيل تقدم في مشروع بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوان في جليل، مشروع من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المسداة في المعابر، منها تنشيط الحركة التجارية بين تونس والجزائر. تعرف المنافذ الحدودية البرية بولاية جندوبة والتي تربطها بالجزائر حركة دؤوبة للمسافرين والعربات في الاتجاهين، مما يفرض مسؤولية تطويرها والارتقاء بها استجابة لمشاغل زوارها من البلدين. فما تنسيق كامل مع الأخوة الجزائريين، وأيضا زاد فرصة هي باش المناطق الحدودية هذه أنها تكون عندها مشاريع، عندها قدرة تشغيلية، عندها بتدعيم العبور، فما الحركة الاقتصادية في المناطق الحدودية تدعم. مشروع بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بجليل من معتمدية غار الدماء يأتي في مقدمة هذه المشاريع التي من شأنها تحسين وتطوير الخدمات المزداة في المعابر، حسب وزير النقل أنيس غديرة. مركز جليل تقدم تقريبا 80%، إن شاء الله بشي يحسن ويسهل عملية العبور بين تونس والشقيقة الجزائر. نحب المعابر الحدودية تكون دافع للاستثمار خاصة في المناطق الحدودية. هناك معناتها دراسة أطلقناها لإعادة تأهيل معناتها المعابر هذه، وإن شاء الله باش نقوموا بمشروع نموذجي باش يكون من نصيب ولاية جندوبة. هذا المشروع النموذجي إلى جانب مشروع تهيئة المعبر الحدودي ببابوش يظل من أولويات ديوان وطني المعابر الذي بعث مؤخرا بهدف توفير خدمات أنجع للعدد الكبير من الوافدين من القطر الجزائري. وإن شاء الله معنا في 2017 ننطلق في تفعيل معبر نموذجي، وان شاء الله يكون في ولايه جندوبه بعد دراسه ان شاء الله نقوم بها، اللي ان شاء الله يكونوا في اخر سنه 2017 يكون عندنا معبر فيه المواصفات العالميه وفيه التنشيط الاقتصادي والتجاري اللي ان شاء الله معناها يحدث نقله نوعيه في المناطق الحدوديه بالولايات الحدوديه. المنافذ الحدوديه البريه في ولايه جندوبه من المنتظر ان تسهم عمليات تطويرها الحاليه الى احداث نقله نوعيه وحضارية قادرة على حفر الانطباع الأول لدى المسافرين. وفي مدنين استأنفت بعد غياب الشركة الوطنية للنقل بين المدن تأمين رحلتها في معتمدية بن خداش، وانطلق العمل في البداية بالخط الذي يربط بن خداش بمدنين. بعد توقف لقرابة 9 أشهر تستأنف الشركة الوطنية للنقل بين المدن تأمين رحلتها بمعتمدية بن خداش من ولاية مدنين، حيث تم اليوم انطلاق العمل مبدئيا بحافلة صغيرة الحجم تربط بن خداش بمدنين يوميا على الساعة 5 صباحا. نحن في الحقيقة سعينا مع المجتمع المدني، مع نواب الشعب، ومع كذلك مجهودات الحثيثة اللي قام بها السيد ولي مدينة في رأس السلطة الجهوية والسلطة المحلية يتمثل في السيد معتمد بن خداش، يساهم في حقيقة بطريقة فعالة في إرجاع هذا الخط، وهو في الحقيقة إرجاع خط لبن خداش، وإن شاء الله يتواصل ويستمر. عودة العمل بهذا الخط إجراء انتظره أهالي المنطقة، خاصة لما كانوا يعانونه من صعوبة في التنقل إلى الولايات الأخرى.
خط هذا معناها عند إيجابيات كبيرة جدا للمواطن في بنخداش، يمكننا من أن يتفادى النزول يوميا مع الخمسة متاع العشية باش يقعد يستنى الكار متاع تونس حتى العشرة متاع الليل ويقعد ملوح في المحطة. أصبح عند إمكانية أن يخرج من بنخداش مباشرة التونس، ما يقعدش في كل محطة، هو يعاود يهبط ويعاود يحاول في بجاجة ويتعرف التعب. هنا حتى الخط الجهوي، خط الجهوي عندنا مدينة بنخداش، دونك على الأقل يعملونا خط يربط تونس، وعندنا ناس تمشي تداوي في جابس وفي صفاقس وكما حكيت لك في سوسة وفي تونس. خط معناه يعاون كل المواطنين وإن شاء الله مبروك علينا. مرحلة أولى استحسنها أهالي بنخداش تستوجب أن يتم تهيئة مكان انتظار الركاب للحافلة، في انتظار أن يعود العمل بحافلة كبيرة الحجم تربط المنطقة بتونس مباشرة مثل ما كان معمولا به سابقا. وفي قفصة يجري خلال هذه الفترة حفر مجموعة من الآبار للحد من إشكالية توفر ماء الشرب. أزمة مياه الشرب ما زالت ترافق المواطنين بعدد من مناطق ولاية قفصة حتى بعد انقضاء فصل الصيف وما يميزه من استعمال مفرط للمياه. مشاريع حفر آبار لدعم الموارد المائية يجري تنفيذها بالجهة للحد من إشكالية العطش بين المتساكنين. نحن تعبين في الماء والغرس متاعنا مات، الماء ما عندناش في أي وقت، غرسنا مات، ناس عندها شوي ساعة ما يلقاش ما يشرب، بحيث هو ساعات يتكسر البير نقعدوا فهمتي كيفاش تشرب؟ كي يتكسر يحبس بالليل البير عنده حاجة نمشوا شو اسمه للدكتورة تجيب لنا الماء. تم بير متاع ساق قبل ما يزيش، المنطقة هذه تمول أكثر من جر قفص، تمول في قفص أكثر من جر قفص، البير طلعوه مسكر. كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري أكد أن أزمة المياه لن تتكرر مجددا بالوسطين الريفي والحضري. عندنا 50 حفرية في الفلاحة باش تحفر، وعندنا في الصونية 23 حفرية بقى باش نعمل أولوياتنا. كذلك عندنا مشاكل على مستوى الناس باش تخدم، وفي هذا عززنا الإدارة. الإدارة كانت ناقصة إمكانيات تاع الصونية في الجهة، عززناها مهندسين، عددناها بوسائل نقل، وكذلك مش ممكن باش ترمبا باش نستنوا صفاقس ولا نستنوا تونس باش تجي، وكذلك باش نعمل ورشه خاصه هنا وباش يكون وعد لنا كون الماتريال باش يكون جاهز، كذلك باش يكون برنامج للصيانه، مش ممكن ايضا باش الحلاقه مظل تنزب الماء في وسط البلاد. البئر المائيه هذه اللي هي مخصصه من جمله عدد ابار يساوي 52 بئر للمخصصه للفلاحه كامله مع 9 ابار مراقبه. جملة الأبار هذا بما فيها البير هذه ستمكن من تغطية المياه الصالحة للشرب، دعم المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية، ثم ستمكن دعم الري في المناطق الفلاحية المتواجدة في كامل الولاية. مشاريع عديدة تنفذ بولاية قفصة للحد من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب وتغطية حاجيات المتساكنين في جهة تستهلك 91 مليون متر مكعب من المياه بنسبة 99% من مواردها المائية. وفي القصرين مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وخاصة في منطقة العريش تضررت بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في التربة. حسن ومحمد فلاحان بمنطقة العريش تضررت أراضيهما بصفة شبه كلية، وتقدر نسبة التملح بالهكتار الواحد 6%، لتمتد الأملاح على 15,000 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية القصرين. تعد منطقة العريش الأكثر تضررا باعتبار طبيعة تربتها الطينية. أرض الفلاحية متاعنا من ضرر الملح من جراء الطريق الحزامية وتضرت معناها بشكل كبير ياسر، لدرجة أنه إذا ما وقعش إنقاذ الأرض هذه في 2016-2017 ما عادش نجموا ينجحوا، لأن التربة متاعها ولت ملح. ما عرفوش كيفاش يعملوا ممرات للماء هذا، وسدوا المنافذ اللي كنا نصرفوا بها الماء، الفوسيات كنا نعدوا عليها الماء هذا، مما معناتها جعل المائدة ترتفع وتسبب هذا في تمليح قطعة الأرض اللي نملكوها، المساحة اللي ضرت في منطقة العريش هذه ما يضاهي 100 هكتار،
هذه 100 هكتار ضرت من جراء الطريق هذي، لأنه سكر على العريش وكل من بدايته إلى نهايته في المنطقة السفلية منه. وللحد من زحف الأملاح، انطلقت المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين في مشروع حفر الخندق بمنطقة العريش والأراضي الدولية وأحداث شبكات صرف الأملاح بالأودية. تهيئة 50 هكتار، إنجاز شبكة تصريف المياه المالحة بكلفة حوالي 460 ألف دينار، اللي هو تو متقدم حوالي 70%. 90 هكتار الباقي هي في طور تقرير فرز العروض بكلفة 400 مليون. وكذلك عندنا في ديوان الأراضي الدولية مشروع بقسطين، القسط الأول فيه 200 هكتار اللي هو مازال كيبدا في الإنجاز حوالي 5% بكلفة 650 مليون، والقسط الثاني هو مبرمج على سنة 2017. مشروع يرجى أن ينتهي في الأجال ليقلص من معاناة فلاحي الجهة وإنقاذ الأراضي الفلاحية من التملح. مع تنامي فضائيات الطفولة العشوائية خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حوادث العنف المسجلة ضد الأطفال. مندوبية حماية الطفولة وفي آخر تقرير لها رصدت أكثر من 2800 حالة عنف خلال سنة 14 و2000. في هذا التحقيق رصد لأبرز أسباب تنامي هذه الظاهرة. تلك هي صورة هذا الفضاء المخصص لرعاية الأطفال، فضاء غير قانوني. هنا تعرض أحد الأطفال في سن الرابعة إلى الحرق بملعقة ساخنة. حادثة أخرى تسجل ضمن قائمة الاعتداءات على الأطفال بفضاءات الطفولة، والتي بلغت وفق آخر تقرير لمندوبية حماية الطفولة لسنة 14 و2000 2800 حالة عنف. سبيطار عدلوا طبيب الأول وطبيب الثاني وطبيب الثالث، معناه من نهار الجمعة لنهار ثلاث حرقة درجة ثانية. نفس أنا ينتعب، قال لك الروزة ما عادش نمشي لها، حرقوني في وجهي، الصغار يعيطوا لي محروق، نهار كامل شاد عيا في الليل ما يرقدش يبات يسيح. رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال أرجعت تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال إلى غياب آليات الرقابة، حيث أن عدد المتفقدين البيدغويين يبلغ 44 متفقدا، في حين يبلغ عدد رياض الأطفال والمحاضن 4022 مؤسسة. تنامي هالظاهرة هذية راجع لقلة المراقبة، لأنه لو كانت في رقابة اللي هي فعالة لما تنامت هالفضاءات العشوائية، وراجع زادة لعدم تطبيق قرارات الغلق. ففي عدم تطبيق قرارات الغلق في تشجيع على الفضاء باش يتنامى. تكون المربية ماهيش مؤطرة، هذه حاجة صعيبة برشا، خطر هي ما تعرفش تتعامل مع الطفل، وفي هذاك يولي طفلنا ضحية. قطاع في حد ذاته مهامش، ماهوش منظم، وخاصة يعني هو من قبل الثورة موجود وزادت هامش أكثر بعد الثورة، صار عليه ضغط كبير. ووفق الأخصائيين النفسانيين، فللعنف المسلط على الأطفال تأثيرات سلبية من ذلك. العنف المسلط على طفل في سن مبكرة تأثير كبير ياسر. أولا عدم الشعور بالإطمئنان، القلق الشديد ينجم تسبب له حتى في حالة من اكتئاب، حالة من ضعف الشخصية، حالة من الخوف من الكهول. ويشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة أعدت مشروع قانون تمت إحالته على مجلس نواب الشعب، يتضمن عقوبات زجرية ومالية تصل إلى السجن عند عدم احترام القانون والبرامج البيداغوجية المعتمدة. جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن مصالح السفارة التونسية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا تمكنت اليوم من العثور على جثة الشاب التونسي محمد عزيز فرحات في مشرحة المستشفى المركزي بجزيرة بالي، وعليه أثار اعتداء بالعنف بعد أن كانت عائلته قد أعلنت فقدان الاتصال به منذ 18 من أكتوبر الماضي. وجاء في البلاغ كذلك أنه يجري التنسيق مع مصالح وزارة العدل التونسية لفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة هذا الشاب والإسراع بترحيل جثمانه إلى تونس. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية عن عميق أسفها لوفاته متقدمة لعائلته بخالص عبارات التعازي. في العراق، أعلنت القوات العراقية استعادتها لعدة قرى تفصلها عن الموصل معقل تنظيم داعش الإرهابي. وفق وكالة الأنباء، فإن القوات العراقية تتوخى الحذر في تقدمها في اتجاه الموصل. تطورات ميدانية تتزامن مع صدور تقارير أممية تروي فظاعة هذا التنظيم الإرهابي داخل المناطق الواقعة تحت سيطرته.
على وقع الضربات الجوية والتوغلات البرية وحرب الشوارع والأحياء، تواصل القوات العراقية والموالون لها من رجال العشائر والحشد الشعبي والقوات بلشمرجة الكردية تواصل حربها ضد التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإرهابي لتخليص أكثر من 1,000,000 مدني أصبحوا عالقين بين نيران المعارك في مدينة الموصل. قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت اليوم سيطرتها على عدة أحياء داخل الموصل من المحور الشرقي للمدينة بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة المتشدد. ووفق رواية متحدثة باسم فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رواية نقلت أن تنظيم الدولة الإرهابي أمر سكان الموصل بتسليم الصبية الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات في مسعى على ما يبدو لتجنيدهم. فظاعة أخرى تنضاف إلى فظاعات هذا التنظيم المتشدد الذي تؤكد تقارير أممية وصفت بذات مصداقية أنه قام بتنفيذ عمليات قتل جماعي ضد مدنيين ومنشقين عنها. وفي ظل غياب ممرات آمنة للمدنيين الهاربين من مدينة الموصل ومن غيرها من المناطق المشتعلة في العراق، فإن شبح الموت يظل يترصدهم حتى في محاولاتهم التخلص من بطش عناصر التنظيمات الإرهابية الناشطة في الداخل العراقي، وهو ما وقعت فيه أمس قافلة تقل عائلات عراقية فارة من مدينة الحويجة حين تم استهدافها بقنبلتين زرعتا على الطريق، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلا. وفي انتظار حسم معركة الموصل التي بدأت في 17 من الشهر الماضي، يظل مصير آلاف العالقين داخل مناطق النزاع مجهولا، ويظل الأمل في لقاء أحبة فرقت بينهم الحرب قائما متى سلموا من بطش تنظيم وضعهم في صفوفه الدفاعية كدروع بشرية. في ليبيا أعلنت الخارجية الإيطالية أنه تم الإفراج عن إيطاليين وكندي تم اختطافهم هناك وأنهم نقلوا جوا لإيطاليا في وقت مبكر من صباح اليوم. وأضاف المصدر نفسه أن جماعة مسلحة اعترضت طريق السيارة التي كانت تقلهم في 19 من سبتمبر الماضي قرب مكان عملهم جنوب غرب ليبيا. وفي سوريا قال الجيش التركي إنه قصف 71 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي خلال 24 ساعة الماضية في سياق ما وصف بتكثيف العمليات على هذا التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن تفجير وقع جنوب شرق تركيا الجمعة الماضية. وأضاف الجيش التركي أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من هذا التنظيم. في أخبار الرياضة، بدأت اليوم في رادس منافسات الجولة الأولى للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة في تجربات هي الأولى عربياً وقارياً. محققة حلم شباب باحث عن فضاء وفرصة لإبراز الموهبة والقدرة على الإبداع والتميز في كرة القدم، انطلقت اليوم في أجواء لافتة احتضنها فضاء رياضي برادس منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة في بادرة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا. تحدي كبير كان الجامعة في ظرف شهرين، البطولة اليوم كانت حلم بالنسبة للشباب، اليوم كانت حقيقة لأنه بطولة وتكوين حكام وتكوين ممرين كل ياخذ برشا وقت، لكن احنا تحدينا الوقت هذاك وكان اليوم نقطة الانطلاق نتاع عمل عنده فترة كبيرة ياسر. وهذه حاجة باهية للجون باش يلقاو أكثر معناتها سباس باش نجم يلعب فيه الكورة، مقاش جمعية نجم يلعب ميني فوت يتعرف كذا وكذا، وإن شاء الله ربي معنا وربي وفقنا وإن شاء الله معناتها بادية حلوة. 44 فريقا تم توزيعهم على 8 مجموعات سيتنافسون في 300 ملعب موزع على مختلف جهات البلاد من أجل التتويج بلقب البطولة الوطنية الممتازة في كرة القدم المصغرة. نجمو كان نباركو للجامعة هذه، نجمو كان نباركو للرياضة ميني فوت، والوزارة اليوم دعم الجامعة دعم جامعة ميني فوت ونقفوا معهم إن شاء الله باش نكونوا عندنا إن شاء الله فريق ممتاز، فريق قومي ممتاز باش نكونوا من الثلاثة الأوائل إن شاء الله في شرق أوت. كما شفنا التنظيم اليوم إن شاء الله يكمل هكا وإن شاء الله يتعدى سيزون باهية ولعبة جديدة وبون شونس للناس الكل. وفي وقت تستعد فيه تونس لتنظيم نهائيات بطولة العالم لكرة القدم المصغرة في شهر أكتوبر المقبل، ستكون البطولة الوطنية اختبارا هاما لجميع الأطراف للتحضير جيدا للاستحقاق العالمي الهام. وفي الكاف، انتظم اليوم الجهوي لاستكشاف الرياضيين ذوي الإعاقة ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، الهدف تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط في الجمعيات الرياضية.
شهد هذا اليوم التحسيسي المفتوح لرياضة المعوقين مشاركة عدد من جمعيات رعاية المعوقين من ولايتي الكاف وجندوبة، إضافة إلى عدد من الأبطال الأولمبيين. وحبينا نوصلوا معنا الوليدات، جبنا الأبطال معنا باش يشوفوهم ويشوفوهم ويكونوا عبا لهم هما كيفاش تحداوا الإعاقة متاعهم وكيفاش وصلوا ورفعوا هاي تونس كبير. حضور عدد من أبطال ريو 16 و2000 كان له عميق الأثر على الناشطين في جمعيات رياضة المعوقين، خاصة مع طموح عدد من الرياضيين لانتهاج طريق هؤلاء الأبطال. فرحانة برشا اللي أنا موجودة ما بين الرياضيين الجدد، يعطيهم الصحة. بالعكس عجبتني اليوم، أنا قاعدة نشوف في برشا تم تنويع متاع الرياضة، تم سباق كراسي برا، تم البوتشة، وتم كرة هدف، حاجة باهية. جمعية قدماء الترجي الرياضي التونسي قدمت بالمناسبة مجموعة من المعدات الرياضية لجمعيات رعاية المعوقين بهدف تشجيع هذه الفئة على ممارسة الأنشطة الرياضية. حبينا نمسوا الفئة هذه اللي اليوم باش نبعثوا مساج بتاع أمل للوليدات هذوما اللي عندهم اليوم عاش، معناها السيد هذي معاش عالم، يزم يخرج ينجم يبرهن أترافير للرياضة هذي اللي هو ينجم يلولي نهار آخر بطل. ويهدف هذا اليوم المفتوح إلى تطوير رياضة المعوقين بالجهة وتشجيع ذوي الاحتياجات الخصوصية على الانخراط في الجمعيات الرياضية. في كرة القدم العالمية، تغلب نادي كورتراي على رويال شارلوروا بنتيجة 2-2 في مباراة جمعتهما مساء أمس ضمن الأسبوع 14 من بطولة بلجيكا لكرة القدم. وسجل إدريس سعدي وإيدير والي هدفي كورتراي، فيما حقق دافيد بوليت هدف شارلوروا الوحيد. بلغ الأمريكي جون إسنير المباراة النهائية لبطولة فرنسا الدولية لتنس المحترفين إثر انتصاره على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دون مقابل. وسيباري إسنير في الدور النهائي البريطاني أندي موراي المتفوق على الكندي ميلوس راونيتش. وبالرياضة نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها: اختتام أيام قرطاج السينمائية بإعلان المتوجين وإسداء الجوائز واحتفالية بنصف قرن من العطاء الغزير للسينما العربية والإفريقية. تقدم مشروع بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوان في جليل لتطوير الخدمات المزداة في المعبر ودفع الحركة التجارية بين تونس والجزائر. الجيش العراقي يعلن استعادة السيطرة على عدة قرى في اتجاه الموصل، وتقارير أممية حول فظاعات الأعمال الإرهابية داخل المناطق غير المحررة. كما نذكركم أن 264 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.